شكرا شكرا جزيلا صديقي. لزميلتنا سالة حامد. قبل بس ما اطلع فاصل عايز اقول لحضراتكم انه جراحة ناجحة لحسين الشحات وراحة لمدة 5 ايام. الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق الاول لكرة القدم اعلن ان كابتن حسين الشحات لاعب الفريق الاول لكرة القدم خضع لعملية استعدال ورد في عظمة الوجه إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة العودة بين النادي الأهلي ونادي سيمبا التنزاني في دور الثمانية بدوري الأبطال الإفريقي. أضاف أيضا أن العملية تمت بنجاح وأن اللاعب سيغادر المستشفى خلال 48 ساعة القادمة وأنه سيتم منحه راحة 5 أيام، بعدها يرتدي قناع حتى لا يشعر بأي آلام. أما بخصوص فترة الغياب فقال جاب الله أن هذا الكلام سابق لأوانه وسوف يتحدد في ضوء التئام الشرخ الموجود خلال الفترة القادمة. إذا جراحة ناجحة لكابتن حسين الشحات، وبعد 5 أيام سيتم تحديد أو الفترة اللي جاية، بس عشان محدش يقعد يقولك شهرين وثلاثة وخمسة وأربعة والكلام ده كله، ولكن خلونا ننتظر. ممكن يلعب بالقناع يا كابتن، هي إصابات الوجه دي فيها ميزة للاعب الكرة القدم اللي ما بيلعبش بدماغه، اللي مش هيدرز يعني، ممكن يلعب بالقناع. يعني شفنا كذا حد كيس شبه كده، كان شرخ برضو. أنت عارف إن مثلا الحارس بتاع تشيلسي اللي راح أرسنال كان اسمه بيتر تشيك، قعد فترة بيلعب بالشرخ في الجمجمة، حماية أكتر منها حاجة تانية. عموما خلينا ننتظر ماذا سيحدث خلال الفترة القادمة في هذا الأمر.